من في السماء إله كرجل سبحانه وتعالى أيد قرآن ويا ولا لا بقى يسكت يقول مدرو بقى إله هاي إله عقاب كيسة إله السبادة جرو كرجلة عقاب كيسة يينو عقابه ما آمن باكتهن ما هي كتوش هسا إن اعتقاده آمنته عقيدة السلف الصالح أو أهيد إله سبحانه وتعالى خلقه يسنو كسر ريوه إله علوه يسرين مطلق الله سبحانه وتعالى ليه بل نبي عليه الصلاة والسلام صحابته وحو كجري ألا تأمنوني ميادا يأمنين وأنا أمين من في السماء أنه أحمد إلهي سبحانه وتعالى كرجره مذو آمنه أنه سو مارتان نبي قرنية ورميادا يأمنين وأنا أمين من في السماء أنه آمن وهو يأمني من في السماء الله كرجره سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام بأفك سكيري نبي عليه الصلاة والسلام بس صفدا إلهي سبحانه وتعالى أسوغي عائشة رضي الله تعالى عنها آيات كما كان ليسي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما آيات دمرك كان ليسي وحي الليه ده النبي يعني آيات وحي كسو دكتا وحي هيد هويني كدعووني سنك هذي وكجر هو يدا بايقته بين نبي أوتي مودع ونس رسولك إلهي نكر مدان وسقمني مركان تبر جوي ودأوين هذه لو حلي كف ليسين وسولو ويستو بوح يجيري هو يذهب يقطه نبي عليه الصلاة والسلام مودع ونس عيدا مركان سود في مركان ليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله سبحانه وتعالى إلهي ومغلا يهوين ذا كل دواد سؤالك ودينسه عايشة وحلي هذا والله قبرنا سي قرقي كجرت لنا عيسى بن نبي الهليس ما أنا مغلي أنوغو لكن إلهي سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات بكم مغلي لذا سوما مرت عايشة ورنس رضي الله تعالى عقيدة صحابة مركواتس إلهي سبحانه وتعالى إنه خلق جيس كسر ريه سبحانه وتعالى عرش جيس الله سبحانه وتعالى كسر ريه بل يعني قبر دي الأورنج ريه نبي عليه الصلاة والسلام قبر دي حاسكي سهيد نبي عليه الصلاة والسلام وحي الله هاي قبله وفى نجد كلا إلهي سبحانه وتعالى فوق السبع سماوات يقصوا قوريه متر إذا كان وحا لين كدونا أهل كسل أهل كنا لين كدونا مركا ساسا وحيد عقيدة أهل السنة والجماعة صحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحاديثة المامة يسور النبي أفكي سكير إلهي سبحانه وتعالى نكسر رأيه خلق جيسا وحا كمده وحا وليه الله سبحانه وتعالى يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير الآخر عفوا وحول الله سبحانه وتعالى وسودك نبي قرنا إياه ينزل ربنا تبارك وتعالى وإلهي سبحانه وتعالى صفاء وليه يو نبي عليه الصلاة والسلام وصغي وإنك لأنه كدونا يسيد النبي وصغي إنه وصغنا ومرنه إلهي سبحانه وتعالى بوحي وسودك سماء الدنيا مركها بينك وحي الكهرته إنه سودك وحي اعتقاصنها هوية ما دام النبي الصغي لكن سودو أسودك بمن غانينو إلهي سبحانه وتعالى واسي أعود نتويا إنه أعود كيسي سودك لترادو سودك قفك أسودك بأسودك ماه وسودك تا إلهي سبحانه وتعالى أعود نتويا مكا نبي قلت لي مركز أعود لها من يدعوني يا أنيق يا بريا يهو فأستجيب له أنك أجيبا من يسألني فأعطيه يا وحي ويدي سنة يا وحسية من يستغفرني فأغفر له يا دم دافع ويدي سنة يهو أنو دم دافع وكا عقيدة أهل السنة والجماعة واتس أما أشاعر ذاتك اللي هو يقانو أن تلماميني وديقان ذاتك أبضاني وحكا لك أمسيين سنة شكنا ويان آيات كادين أخرين أول دن ويبدلها حديث كانت أن الله قبر أن الله كبه سوقات إلهي نبيك أوحي كوير أين الله أيتر في السماء وحي إلى أن قبر ما تحدث على قهي مسكح على قهي قبر حانو سنبهت هرث يرشبه كل دعي من أنت البروبة لم يغبتي ساسي أمس بير هذا يقول بدلها يا حديث نبيك عليه الصلاة والسلام حديث كذا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة هبين والبوحة سودك الله سبحانه وتعالى وحليهن نحريس رحمته با سودكته كل صفات الله سبحانه وتعالى يؤدن ويبدلها تبارك الذي بيده الملك إلهي قعنت الشاكتي إلهي سبحانه وتعالى قعنبك شاكتي مركي يرهدين يد الله مغلولة غلة أيديهم
فقالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا الى اخر ايه ايه في سوره التوبه الى سبحانه وتعالى وحكمت الماما يهود ان يرادان الهي قعدت سوى الله بنتها يو بخيل لما كشغيه مرك الله سبحانه وتعالى وحليه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يداه لبقى عمود بالله سبحانه وتعالى بو شكت الهي لبدي سقع عمود وافتسين سيد القران قلت الماما الهي لبدي سقع عمود وافتسين لو يري بقفك أهل السنة والجماعة لقد دوريا إنه اعتقاده صفة إلهي الشكل الله سقو إلهي الله قعمد بليه نبي قوات الله والذي نفسي بيده إلهي نفتي دو قعنتي سكو جرتان كل هرتي آيات القرآن قال لما خلقت بيدي قعمه يكوان كو أبوري مركي يعني نبي الله آدم لي أسجوده وديدي إبليس ديدي محاد كو ديدي كان أن كو أبوري قعمه يقبل قوير سيدة هسا نبي قوات سكو بيه سحاب النبي عليه الصلاة والسلام أما أشاعرة وحي لمده وحي كنت المامان نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة كنت المامان يقول دي إلهي سبحانه وتعالى ودي ذي قعنتاس إلهي سبحانه وتعالى الشكتي أما أهل السنة والجماعة ما دام إلهي سبحانه وتعالى صفاته الشكتي نبي عليه الصلاة والسلام أو الشيغي سداسا نوكر رمينا أمرينا لكن ما أورينا كيف سوكتا قعنتاس ما أورينا دتك توضك لوي وأم إلهي سبحانه وتعالى أعنت طويا أدي الذي أنكه الله إلهي وكسر هي خلقه سوى حكمه تعرج الملائكة والروح إليه تعرج ويفوليان الملائكة ملائكة والروح جبريل با إليه الله حق سوى فولاي سبحانه وتعالى أو كربي هذا نحن كنت سعيد داس مركة إلهي سبحانه وتعالى خلقه سينو كسر هي علو الله سبحانه وتعالى نبي عيسى مكلا قال الله أو إلهي وادلين إلهي محويري بل رفعه الله إليه لمدلين لما نصل بن برفعه الله إليه إلهي بحقيس أكر غاضي إلهي سبحانه وتعالى بحقيس أكر غاضي ومعنى محويان إلهي كربه غاضي إلهي سبحانه وتعالى خلقه يسينه كسر ريه صفة علو الله سبحانه وتعالى إنه يتامي ثابته الله سبحانه وتعالى لو سقايه إنه خلقه يسكسر ريه مركة نبي عيسى برفعه الله إليه آيات كان لواجهة نبي عيسى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك وأنكو أفسنيا ورافعك إلي حقيا أنكو سكر غاضيا حقيا أنكو سكر غاضيا ويعني كربا لغوص غاضيا سمارتان كل واحد تنام يا مركا آيات كانت المام من الأمانتوت إلهي سبحانه وتعالى علوه قفك مركو حال الدون يا إنو اعتقاد سيهي أو رمي سيهي صفاتك إلهي سبحانه وتعالى شاكتي أو قرآن كيسو كشاكتي نبي عليه الصلاة والسلام نقول شاكي إنا سيدارس أي كشاكين إنا كمرتو أو كقد بسوال لغا دونيا أو كعتقاده نبي حديث بلحو كل يهي الرحيمون يرحمهم الرحمن كو ددك أون حريسته إلهي بأون حريسته إرحموا من في الأرض أون حريسته ددك كو جوغة لك جوغة هي يرحمكم من في السماء الله كور جوغا بين حريستناي حديث يا حوي نبي قال صلى الله عليه كو ودلك جوغا ون حريست ددك ون حريست وحا يدين حريستناي اله كور جوغا سبحانه وتعالى يرحمكم يا يرحمكم لبدبا يعني حديث كو سارورت اله سبحانه وتعالى بين حريستناي الله اسمرك و خيري يرحمكم من في السماء الله كور جوغا سبحانه وتعالى صفاتك مركا اله سبحانه وتعالى قولنا هذا أنو شيءنا شاعر لو يغنى ويديدين آيات كسنا ويبيننا يانو بدلين مثلا الرحمن على العرش استوى إله الرحمن عرش جيس وكسر مري إلى تضم رودن كل شيء القرآن كسر دكتي وحيكون معنا يان الرحمن على العرش استوى استولى إله يسقى عرش جل وراء جي أرجع استولى نوح الله استعمال أبا لجري مركي ميلن تلقى قب صدوه لغاهان الله سورة كتب عليه هذا سو مرتان يقول بدل آيات القرآن كه وحكى لكم عليه مركا وحن وقت كسنة يا شاعر ذو وادتك ديجان كأنه بدن تذبروا نجاني كم إذا ملاهن سادكوا هيانا أي أمسيين سير دتك لو يقانو تصوف كام الصوفية لو يقانو وحيالها مارتة أنت بدن أمسيين بكم إذا وعقيدة هذا كت تضرب داس متقنا أي سجنا شيء يا كتاب كان قف سواخر سبع قرن كره أرضا لغوص بلابه لا يرى هذا
جوهر التوحيد كله يقان بابا سوق يا اجتماعي تضرب راس سفاهات كل إله سبحانه وتعالى الله سوقه مرك وقت جوا يعني كقائد شيخ يعني سوقه واحد كسر جاب جابينا كتاب كاسي وحيالات كبرت يعني رنتي واحد أذقيه بضموي إله سبحانه وتعالى بكبراي آيات كستو كانوا سفيلة هذيك هالس سبحانه وتعالى حديث كلو كستو كانوا سفيلة هذيك هالس معناه ما هيد إلى إله سبحانه وتعالى صفات كاس قرحة بدل الله سبحانه وتعالى شكتي إن أسقناه أنت سقوس وجب جبيني والله سبحانه وتعالى أعلى وعلم وجزاكم الله خير وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.